لأفكار بسيطة وسهلة. وما زلت هقول إنك تقدري تعملي كل حاجة نفسك فيها بأفكار بسيطة وسهلة. يعني إيه يا شيف؟ يعني مش لازم نكلف الحاجة جامد قوي ونصرف فلوس كتيرة قوي عشان نعمل فكرة. ممكن الفكرة دي تكلفنا فكرياً أكتر مادياً، وفكرياً أكتر ذهنياً قليل جداً. حلو، فهمتوها ديت؟ تاني، يعني ممكن الفكرة دي مالياً تكلفنا كتير بس ذهنياً قليل، وفي نفس الوقت العكس. أنا معايا عجينة البيف باستري، أولادنا بيحبوا البيتزا. طب أنا هصحى من النوم أو إن أنا بقى هقضي الوقت أذاكر لهم وأشوف واجباتهم ولا أعمل عجينة بيتزا؟ ما البيتزا بناكلها مثلاً بفترات كبيرة وقعدنا أكلنا فترة وأكلوها بره والجو ده. عجينة بيف باستري بتشتريها من أي سوبر ماركت، مقاديرها على الشاشة، بتشتريها الباكيت فيه 10 مربعات، بتعملوهم على مرتين أو تعملي كمية وتخليها عندك. معانا جبنة شرايح بتاعة البرجر، معانا لانشون، معانا برضو شوية بواقي من الموجودة بتاعة المافن، فلفل على زيتون ده موجود معانا، معانا جبنة موزاريلا، معانا بصل لو الأولاد بيحبوا البصل عادي، ما أعتقدش إنهم هياخدوها بصل في المدرسة، هيتغدوا بيها نحط لهم بصل مفيش مشكلة. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض إزاي بطريقة سهلة. أنا فارت هنا 6 مربعات في الإزازة البايركس، معايا هنا كمان باقي من الستة، باقي من العشرة 4. حلو الكلام. هعمل ايه بقى هنا عشان كده عايز اعملها معاكم؟ اهو بقطعها دي نصين. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه ده حلوة، باخدها زي ما هي كده واحطها كده. شفتوا الناس عاملين ايه؟ يعني عاملين بين كل شريحة والتانية ورقة زبدة علشان ما تلزقش. أنا فاهمك أهو، قبل ما تفتح الإربيز بعرف أنت عايز إيه يا باشا. شفت إزاي؟ حلو. دي هنحط دلوقتي حشوات عليها زي الفل. طب يا شيف مغازي، دي أنا في المنطقة اللي أنا ساكنة فيها، ممكن في الريف، في الصعيد الجميل اللي بوجه لهم تحية كبيرة من مازبيرو، مش موجودة العجينة دي، طب أعمل إيه وعايز أعملها؟ خالص ما تتعبيش نفسك، هتجيبي كوبايتين دي من المخزون اللي انت مخزناه من الدي، ومعاهم ربع كوب من الزبده الطريه زي اللي معايا دي كده بدرجه حراره المطبخ، وبيضه، وتعجيني عجينه الملفي ديت، اسمها عجينه الملفي او البيف باستري عشان المسميات بتاعتها. الميزه في العجينه دي الزبده فيها بكثافه عاليه جدا، وبتبقى ورقيه عامله زي عجينه الكرواسون. لو انت بتعرفي تعملي الكرواسون او الباتيه نفس المكونات بتاعته. حلو الكلام. انا فردت دول في الصينيه اهمت ميني بيتزا. حلو الكلام. ودي خليها الكبيره دي لجوزك. حلو الكلام. طيب تعالوا، عايزه تحشيها بقى مع بعض احنا زي الفل. مفيش صوص بيتزا هنا، ممكن نحط حاجه غير صوص البيتزا، شويه كاتشب مثلا اختياري يعني. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم نعمل ايه بقى؟ حاجه كده لطيفه، الحاجات دي حلوه قوي على فكره، تبقى حلوه كده وسلسه مع كوبايه الشاي اهو زي الفل كده. حاضر. طبعا في اسئله بتتسال لنا واحنا شغالين مع بعض. البعض بيسال، كان في سؤال جالنا الكشك الابيض، طبعا في الصعيد الجميل بيعرفوا يعملوا الكشك اكتر مني واحسن مني. كشك الابيض يعني ايه كشك ابيض؟ يعني كشك ما بياخدش صوص طماطم، شوربه البط، شوربه الفراخ، شوربه الحمام اللي موجوده عندك. حلو الكلام. بتغلى على النار، بتنقع الكشك في شويه شوربه وشويه ميه، وتسقط الكشك في الشوربه دي، بقى كشك ابيض. كشك ابيض عايزاه احمر، بتحطي طماطم مضروبه في الخلاط او صلصه طماطم. ده بالنسبه للكشك الابيض اللي حبيبنا سال عليه. شريحة جبنة اهي على العجينة دي، فكرة من الأفكار يعني. واحنا مع بعض معانا كمان موز هنعمله مع عجينة الكريب بالشوكولاتة. ده سهل برضه، خلي بالك. بتجيب الموز زي ما هو سليم كده، والكريب بنعمله بحجم الطاسة اللي موجودة عندك، وبيكون عندك صوص شوكولاتة زي اللي موجود معايا على النار. أنا بس بشرح يعني علشان نسهل على نفسنا، لأن وقت الحلقة بتاعتي محدود. وبتلف عجينة الكريب بالموز المغلف بالشوكولا وتتقدم زي ما هي. حلو الكلام. عايزة ترصيهم في بايركس وتدخلهم الفرن شوية مفيش مشكلة، هنا الموز هيطرى شوية، ده اختياري.
ولكن وانت بتعملي اللانش بوكس لاولادك بتعملي لهم وجبه، الوجبه بتاعتهم حط في الاعتبار ان هي هتكون معاه جو حر، حاجات اللي ممكن مش بتبوظ. بلاش البيض المسلوق، انا ما بحبوش يطلع من البيت. البيض المسلوق طلع من البيض اتقلت كرامته، يعني ايه؟ بيطلع ريحه. انا اسلق البيض اكله وهو سخن كده، شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه ملح، اكل خمسه سته واسمي بسم الله. خلي بالك. معانا لانشون زي الفل، بنعمل كده حاجات لطيفه اهي زي الفل اهو على الوش. دي فكره، مش بيحب اللانش بيحبوا البسطرمه، حط بسطرمه هتبقى حلوه اهو. شفت الجو ده كده؟ صحتي بدري قبل ولادك ب10 دقايق بنص ساعه بتجهز الحاجه دي مفيش مشكله، عملتها من بالليل اهلا وسهلا. معانا فلفل اهوت، نحط يا فندم روز بيف اللي احنا حابينه، بيسالوا نحط روز بيف، نحط روز بيف اهو. نحط هوت دوج قلبيها كده اهو، نحط فلفل اصفر هنا، نحط زيتون اختياره، طبعا هنحط في الاخر جبنه موزاريلا. درجه حراره الفرن عندي 180. في حاجات بقى الاولاد ايه بيحبوا ياكلوها بره بقى، يعني ايه تساليه تقول له يقول لك اكلت ايه النهارده يا ماما، طبعا بتساليه عملت ايه النهارده، مبسوط، كله تمام، زي الفل، اكلت ايه، يقول لك اكل مثلا في المدرسه شيبسي مثلا، ياكل دي اكل، اعملوا له شيبسي في البيت، قولوا له يا حبيبي ده الشيبسي انا بعمله لك ده احسن من اللي انت بتشتريه من بره. واحده واحده كده يفهم، لازم يعرف، المعرفه بالشيء واجب. لان يا بابا انا بغسل لك البطاطس، ده زيت نظيف، ده وتفهميه قالوا له كل حاجه يعني، بس مش هنقول له طبعا ممنوع تاكل بره، لا بيبقى هدوء هيعرف هو. حلو، الحاجات دي مطلوبه منك يا امي. زيتون، في امهات بقى تستسهل، تسيب لي الواد ال 20 جنيه وعارف مكانها زي الفل زي الاهلوبه، ياخدها الصبح وخلص الكلام. انا كده واخلص بقى، لسه عم اشيل الايس بوكس ويقع مني وده يخطف، انا اخد ال 20 جنيه اضربها في جيبي واروح على اي سوبر ماركت اشتري لها. يعني برضو دي يعني ايه سلوكيات مش عايزينها. زي الفل كده تمام، الحشوه دي زي الفل. معايا جبنه موزاريلا، نوعين من الجبنه، الجبنه المطبوخه اللي هي الشرايح بتاعه البرجر، والجبنه الموزاريلا كده احطها على الوش. درجه حراره الفرن عندي 180 وادخلها الفرن بقى. ايه المطلوب من الفرن هنا؟ العجينه اللي تحت دي هتستوي، والحشوه اللي هو التوبنج اللي عليها هيستوي زي الفل. ايه رايك فيها؟ زي ما عملنا الكبار دول هنعمل الصغيرين، بس عشان نوصل الفكره لكل ام بتتابعنا دلوقتي، نفس الفكره، زي ما عملنا دول هنعمل دول. حلو، هو ده. يلا شفتوا ازاي؟ دول ست وحدات حلوين قوي، الف هنا وشفا. يلا يلا الله، حلو حبيبي. يلا من اللوكيشن ده ومن الموقع ده من جنب الفرن، تعالوا نشوف الفرن فيه ايه. طبعا فيه مستقبلي، فيه مجهودي، حلو الكلام، فيه اللي هيقولوا لي ولادي تسلم ايدك يا ماما. معانا المافن تحت خلاص على ما اعتقد، يعني قدامه دقائق معدوده ويطلع. خلونا نطلعه فوق، نبدل عمليه تبادل، يعني نطلع العجينه، ننزل العجينه تحت ونطلع المافن فوق، واحده واحده كده علشان الموضوع يبقى ايه في الشياكه. حلو قوي، ناخد ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ده المافن بتاعنا، نبص عليه بصه كده هنا ولا ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم وناخد ده كده ننزله هنا. حلو، ونطلع ده زي ما هو كده فوق، لان الاثنين في الفرن. ايه رايك تبص على الفرن وتشوف الميني بيتزا الجميله الحلوه؟ هنطلعها بعد شويه. هي جاهزه. جبنه هي يا باشا. طلعها هي سخنه. جاهزه، اللهم صل على النبي. سخنه، انا هجيب لها حاجه كده احطها لها، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. الشغل كتير النهارده، كتير، بس كل الامهات بتستاهل التعب. اللهم صل على النبي. حلوه، برضه تتحط في اللانش بوكس عادي معانا.
حاضر يا فندم. نشوف العجينه بتاعتي الجميله الحلوه. ايه الحلاوه دي؟ ادي البيتزا بتاعتي. نغرفها ولا نخليها زي ما هي؟ حابين ايه يا شباب؟ اهي اهي عادي زي ما انت حابب اهي، بس انا عايزها في الطبق الحلو ده كده اهو، ومقرمشه بس سخن على ايدك يا ام غازي. تستاهل والله، كل ام بتتابعنا دلوقتي بتستاهل اهو. دي لما تبرد طبعا بتبقى لطيفه اهو. ده طبق نخليه كمان هنا عشان نملى السفره بتاعتنا اهو. الله، حلقه النهارده ببساطه، سهوله، مرونه. قدرت اوصل كل معلومه وفكره بسيطه لكل ام بتتابعني، وان انا دوري ان انا بديكي افكار حلوه، ولكن دورك كمان تسالي البيبي بتاعك والطفل بتاعك واولادك انتوا بتحبوا ايه. طبعا تعملي لهم الحاجه اللي هم حابينها، ده مهم جدا على فكره، مش بتاكلهم اي حاجه وخلاص. ولكن عايز انوه عن حاجه، بكره بمناسبه المولد النبوي الشريف، كل عام وحضراتكم بخير.